غرس الزلزال أنيابه بالأرض السورية بلا أي رحمة. الآلاف الذين رحلوا ضحيته هم آلاف القصص، فمنهم من نام سعيداً بخبر انتظره لسنوات، ومنهم من أنجبت للتو وتحتفي بأمومتها، منهم من خطط للاعتراف بحبه لأول مرة، منهم ومنهم ومنهم، وبغمضة عين حلت الكارثة. إلهي ربي لا تغضب علينا يا رب، مدد يا رسول الله مدد. جرفت الأفراح والهموم والأحلام والأجساد. للوهلة الأولى لم نصدق، إلى أن بدأ العالم بأسره يردد اسم سوريا ويصفها بالمنكوبة. توقف الزمن وبدأت النداءات. لا وقت للحزن، هناك من ينتظر المساعدة، متضررين، شهداء وضحايا. الإنسانية تقول قفوا إلى جانب المكلوم دون تمييز، لكن وكالعادة سوريا وحيدة. صوت طائرات النجدة خجول جداً أمام الضرر، لكن ولأننا اعتدنا الاعتراف بالجميل شكراً للعراق الشقيق الذي لم يكن موقفه مستغرباً، فتح جسراً جوياً وأرسل فرق إغاثة ما زالت مستمرة بالوصول لمطارات حلب ودمشق. شكراً لعمان وتونس ومصر والجزائر التي سخرت لضحايا الزلزال 90 عنصراً من الدفاع المدني برفقة 15 طناً من المساعدات الإنسانية. الإمارات لم تنسى أن سوريا على الخريطة العربية، فأعلنت عن جسر جوي فوري لإغاثتها. ليبيا أرسلت طائرة محملة بـ40 طناً من مواد طبية وغيرها. غربياً سمعت مدينة حلب أصوات طائرات المساعدة من إيران وفنزويلا وأرمينيا فقط. وكما حفرت في ذاكرتنا اللحظة التي وقعت بها الكارثة، حفرت في قلوبنا أسماء الدول التي وقفت لجانبنا، لكننا أيضاً لن ننسى أن العالم بمعظمه تجاهل صوت الألم الصادر من أرضنا المكلومة.